اهلا بكم متابعي برنامج مصر كل يوم في حلقه السبت بدايه الاسبوع. النهارده بدايه الاسبوع فيها شويه احداث مختلفه في مجالات مختلفه، طبعا الناس كلها مشغوله بكاس العالم ومباريات كاس العالم. بنقول هارد لك النهارده للمنتخب السعوديه وبرده كمان منتخب التونسي. الصراحه المنتخب السعودي عامل اداء كبير جدا جدا جدا. هنقول لكم كل تفاصيل كاس العالم وكواليس اكتر وتوقعات اكتر في فقره الاخبار النهارده، لكن خليني اقول لكم ان النهارده فقرتنا الحواريه هتبقى فقره مهمه جدا عن السيارات وسوق السيارات في مصر مع ضيفي اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبه السيارات بالغرفه التجاريه. تعالوا نستعرض اول اخبار النهارده. في خبر النهارده بحيره البردويل، واحده من اهم مزارع أو بحيرات الإنتاج السمكي في مصر. النهاردة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة إنتاج البحيرة من 4000 طن سمك سنوياً ل 11000 طن، وعلى المدى المتوسط تصل إنتاجها إن شاء الله إلى 50000 طن سنوياً. طبعاً دي أرقام كبيرة ومبشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بهذا التطوير اللي بتسهم فيه طبعاً أو بتساهم في هذا المشروع هيئة قناة السويس وجهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية. طبعا بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء دي موقعها، وهي من أهم وأنقى بحيرات مصر، فيها جودة كبيرة جدا وتنوع في إنتاج الأسماك، بيعمل فيها تقريبا 3500 ألف صياد وأكثر من 1300 مركب موجودة هناك. طبعا كلنا عارفين بحيرة البردويل، احنا عندنا في مصر اكتر من 13-14 بحيرة، لكن بحيرة البردويل بتعد او بتعتبر تاني اكبر بحيرة هنا في مصر بعد بحيرة المنزلة. مساحتها حوالي 159 الف فدان، يعني حوالي 740 الف كيلو متر مربع. طبعا زي ما انا اتكلمنا كده وقلنا ان فيها اكتر من 3500 صياد واكتر كمان من 1300 مركب، لان فيها مهن كتير جدا. طبعا انتاجها ايه بقى عشان تبقوا عارفين؟ الجمبري، القاروص، الدنيس، يعني كل الاسماك اللي احنا اساسا بنحبها موجوده في بحيره البردويل. بحيره البردويل ديت بتقع شمال سيناء عشان تبقوا عارفين يعني، وهي من أنقى كمان البحيرات موجودة عندنا في مصر. طبعا احنا عندنا طبعا بحيرات كتير زي بحيرة ناصر وبحيرة المنزلة والبرولوس وبحيرة أرون وديروت، عندنا أكتر من 14 بحيرة. احنا الحمد لله في مصر هنا عندنا اكتفاء ذاتي من الإنتاج السمكي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يجي يوجه بزيادة الإنتاج من 3500 أو 4500 ل 11000 طن سنويا من السمك، وفي المتوسط كمان يبقى فيه 50000 طن سنويا من البحيرة دي بس، ده غير كمان عندنا كمان المزارع السمكية. يعني دي البحيرات دي بحيرات اللي هي إيه، مش صناعية، دي بحيرات مخلوقة موجودة عندنا، لكن إحنا عندنا أساسا مزارع سمكية وبحيرات كمان صناعية كمان بيطلع منها كمان الإنتاج السمكي. فكده مصر الحمد لله عندها اكتفاء ذاتي من موضوع الأسماك. وانت بتنزل دلوقتي بتلاقي السمك في أي وقت، يعني ما فيش حاجة اسمها أصل السمك مش موجود، البوري مش موجود، البلطي مش موجود، الدنيس مش موجود، القاروص مش موجود، لا كله موجود. تنزل السوق بتلاقي كل الأسماك موجودة يعني، وبأسعار كمان كويسة ومناسبة كمان. فالحمد لله احنا نعتبر كده احنا عندنا انتاج ذاتي من موضوع السمك. طيب خلصنا كده موضوع بحيرة البردويل، نخش على الخبر التاني معانا النهاردة يخص ملف الكهرباء. واحنا يعني عارفين لازال لسه في ناس بتعمل مخالفات في التيار الكهربائي وسرقة التيار الكهربائي بأشكال مختلفة. ايه اللي بيعمل وصلة للتكييف واللي بيعمل وصلة لمصنع غير مرخص؟ يعني كل هذه الأمور النهاردة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر صرح لليوم السابع، قال إنه هيكون في تجديد كبير جدا في الرقابة وضبط المخالفات في خلال هذه الفترة
المقبلة، وده طبعا بتعاون مع إدارة شرطة الكهرباء، وكمان الوزارة بتدرس تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي عشان تقلل نسبة الفقد في الشبكة القومية وتقلل كمان خسائر المالية الضخمة اللي بيتعرض ليها القطاع ده، وده طبعا عن طريق حوكمة وتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي وتطبيق القانون والحزم على أي مخالف. طبعا عارفين احنا عندنا موضوع سرقة التيار الكهربائي، يعني واحد بيبني عمارة ومستغلي اللي هو يدخل وصلة الكهرباء وبيبني مخالف يقوم سرق كهرباء. الناس اللي موجودة على الكباري وواخدين من كل عمود نور، مشغل مش هقول عربية حمص، ده مشغل قهوة وشاي وي وي وي، كل دوت سرق الكهرباء. يعني كل دوت ده كل دوت انتوا يعني انتوا فاكرينه ايه؟ سرقة دولة. ده اسمه سحت عشان تبقوا عارفين، يعني انت بتسرق حاجة مش تبعك. فده مال عام، وغير كده وكده وده كده غير كده وكده، يعني انتوا بتتكلموا يعني عندنا يعني لما عملوا احصائيه عندنا 1.5 مليون، يعني اداره الكهرباء او مباحث الكهرباء اكتشفوا ان في اكتر من 1.5 مليون سرقه تيار كهرباء، قضيه يعني قضيه سرقه تيار كهرباء اكتر من 1.5 مليون ناس بتسرق. انا مش عارف يعني انت يعني الناس بتحب تسرق ليه يعني، وما يفتكروش ويحطوا في دماغهم يقول لك اصل احنا عشان الازمه الاقتصاديه واحنا معناش لا لا، ايش دخل السرقه في اللي معناش فلوس؟ ايش دخل السرقه في الازمه الاقتصاديه؟ اسرق ليه؟ وده سرقه مال عام. يا ريت حتى انت بتسرق جارك، لا انت بتسرق من الدوله. الدوله اللي هي بتكفيك تامينات وبتكفيك خدمه اجتماعيه وتامينات معاشات وبتكفيك الصحه والادويه والتامين الطبي، ليه كل ده؟ ما كل دوت بيروح عليك يعني، وبيروح على الملتزم يعني، فحرام بصراحه يعني. عندنا كمان الغرامه كمان بتوصل كمان ل 100,000 جنيه، وبتشدد كمان ل 200,000 جنيه لسرقه التيار، ده غير كمان الحبس من شهر 3 شهور، وتغلظ العقوبه لو استمرت العقوبة، لو يعني سرق يعني دفع الغرامة وجي سرق تاني اسمه مثلا محمد فاروق مثلا يعني فيوم يقولوا له طب تعالى انت كده عليك ايه غرامة 200,000. فيعني احنا بنتكلم في نقطة ان 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 الموضوع دوت يعني حرام سرقة المال العام. فنتمنى يعني من الناس ما تروحش تبني مخالف وتقول اوصل كهرباء، انت واخد ترخيص بثلاث اربع ادوار وبنيت 10 ادوار وتكمل كله سرق الكهرباء، ما ينفعش يعني، ما ينفعش اللي بيحصل ده. طيب خلاص كده الكهرباء والبردوين، نروح بقى لازمه الزياده السكانيه اللي هي موجوده معانا كل يوم. طيب احنا معانا على التليفون الاستاذه رحمه رمضان، مسؤول ملف الكهرباء في اليوم السابع. اهلا بحضرتك يا استاذه رحمه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ فتاح، اهلا بحضرتك ومشاهدي التلفزيون المصري. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني موضوع سرقه تيار الكهرباء ديت يعني بقى لها اكتر من 30 40 سنه، يعني احنا مش عارفين نعمل لها حد، وكل ده سرقه مال عام، يعني في اكتر من 1.5 مليون قضيه موضوع سرقه تيار الكهرباء. عايزين نعرف يا فندم الاجراءات والتصريحات اللي قالها السيد الوزير للحد من سرقه التيار الكهربائي. والحقيقه هو طبعا المحاضر الرقم اللي حضرتك قلته هو طبعا اكبر من كده بكتير للاسف الشديد، اكتر يعني من 1.5 مليون في السنه. لا هو احنا بس بنتكبس خسائر سنويه في قطاع الكهرباء بسبب الفقد بيتجاوز ال 2 مليار جنيه. يا كتير الدوله بتخسر. دي للاسف دي حقيقه، بس الحقيقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعني حاطط موضوع ملف السرقات ده تحديدا على راس اولوياته الفتره اللي جايه، وفي تكثيف وتعاون يعني مكثف، هو يعني بالفعل في تعاون قائم بين شرطه الكهرباء وبين وزاره الكهرباء وشركاتها، لكن الفتره اللي جايه هتشهد تعاون اكتر من خلال تكثيف حملات لضبط المخالفين، وهتشهد تطبيق العقوبات وتطبيق القانون بحزم شديد، وده بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر لشركات التوزيع التسعه على مستوى الجمهوريه. الحقيقه المشكله في سرقات الكهرباء مش مجرد ان احنا بنكبد الدوله خسائر بس قيمه الكهرباء اللي هو بيتم استهلاكها، دي سرقه مال عام. وبالاضافه لكده كمان في حاجه اخطر، ان هو بيأثر على الشبكه، ان انا النهارده لما بسرق كهرباء حضرتك مواطن ملتزم وبتدفع فاتورتك وكل حاجه، بيجي جارك بيسرق كهرباء زياده مش متحدده على الشبكه وبيخش بدخول مفاجئ، فبالتالي بيحصل زي
يعني مشاكل فنية الشبكة الكهربائية، وده بيتسبب في انقطاعات ببعض المناطق اللي بينتشر فيها السرقات. يعني في مناطق على مستوى الجمهورية ما زالت بتشهد انقطاعات بسبب السرقات التيار الكهربائي. إن أنا النهاردة بخش أزود الأحمال بشكل مفاجئ، يعني هنا شركة الكهرباء محددة إن المنطقة سين ديت استهلاكها 20 كيلو وات في اليوم، فأنا بخش أزود الأحمال وأسرق أخليهم 30 كيلو، فالكابل ما بيستحملش فبيحصل له انصهار بقى، أو يعني خاصة في فصل الصيف. خسائر حاجات يعني ضخمة. خسائر لشركات الكهرباء طبعا، سواء كان مالية أو معدات. فهي شركة الكهرباء طبعا في وزارة الكهرباء عاملة تعاون شديد مع شرطة الكهرباء الفترة اللي جاية بالإضافة. ايه بقى الإجراءات بقى يا أستاذة رحمة؟ الإجراءات يعني في كذا آلية الحقيقة، منها إن وزارة الكهرباء طبعا من خلال التعاون القائم بينها وبين شركة شعاع اللي هي مسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات. نعم. بيتم الكشاف اللي بياخد القراءة من خلال التقاط صورة للعداد، هو نفسه هيقوم بتبليغ شركة الكهرباء لو لقى أي مخالفة في العداد، مواطن واخد وصلة من وراء العداد، معطل العداد بطريقة ما أو أخرى، هيتم تصوير دوت وإرسالها لشركات التوزيع. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الحقيقة حاطط قواعد لضبط أو لتحرير المحاضر، لأن كان زمان ممكن نعمل المحضر يجي المواطن يستغل ثغرة بسيطة فيها فما يدفعش الغرامة. النهارده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بيلزم اللي بيعمل المحضر ان هو يصور الواقعه فيديو، مش مجرد صوره يلتقطها، عشان المواطن ما يجيش يقول اصل حصل تلاعب، اصل المحضر اتعمل لي غلط، الكلام ده كله. دي من ضمن الاليات. الحاجه الثانيه العقوبات قد ايه بقى يا استاذه رحمه؟ العقوبات هي طبعا ليها حزه، ان هي بالنسبه للقطاع المنزلي بيتم حسابها ان هو بياخد متوسط استهلاك المخالف، لو هو مثلا استهلاكه 300 كيلو في الشهر بيتم احتساب متوسط استهلاك ليه، مثلا يخليهم 150 كيلو ويضربهم في 2، يضرب الرقم ده في 2 في 12 شهر. ولو قطاع تجاري بياخد متوسط استهلاكه بيضربه في 5 لمده سنه. ده بالنسبه للعقوبات يعني؟ ده بالنسبه للغرامات. الغرامات طب الغرامه الماليه. طب العقوبات الناس ما تعرفوش ان الموضوع ممكن يوصل للحبس. يعني لو انا النهارده شركه الكهرباء طبعا لو شركه الكهرباء سواء الشرطه او العاملين بقطاع الكهرباء اللي معاهم حق التطبيق القضائيه، لو عملوا محضر وانا كمواطن ما روحتش اتصالح وسبت المحضر، المحضر ده بيتحول لنيابه، والنيابه بتتحول لحكم يعني، وبيبدا من سنه لثلاث سنين حبس. ده في حاله ان هو ما يدفعش الغرامه. وفي تغليظ اكيد للعقوبه يعني. الوزاره حاليا بتدرس فعلا ان هم يغلظوا العقوبه، ويعني بيحاولوا يدرسوا يعني ان العقوبات تزيد عن كده. الحقيقه تمام. برضو من ضمن الاليات المهمه قوي اللي عملتها وزاره الكهرباء الفتره اللي فاتت، ودي ساهمت طبعا ان الموضوع اقل شويه، العادات الكوديه. العادات الكوديه دي النهارده انا لو مخالف انا لسه قدامي فرصه ان انا اقنن وضعي مع وزاره الكهرباء، يعني لسه قدامي فرصه ان انا اخد تيار بشكل قانوني. بروح بقدم ان انا مخالف ومعايا ايصال ممارسه وبركب عداد كهرباء، وبينزلوا يعملوا له معاينه ويركبوا له عداد، بينزلوا يعملوا معاينه ويركبوا له العداد. وعملوا بقى برضه الحقيقه التسهيلات، يعني الوزاره بتقدم تسهيلات كتير جدا، من ضمنها ان هو كان زمان المخالف بيقابل عقبه ان انا لازم ادفع المقايسه كلها، وكان بيلاقي ان هو مش قادر طب ادفع المقايسه كلها، فالدكتور محمد شاكر وجه قصاته المقايسه للناس. يعني المقايسه بقت قصه دلوقتي زي العداد، برضو زي العداد، يعني هو بيقصص المقايسه. يعني لو واحد مقايسته مثلا 4000 ولا 5000 4000 جنيه، بيعمل طلب ان هو مش قادر يدفعهم كلهم، قصتهم لشركه. طب كويس والله. كل ده في سبيل ان احنا نقنن موضوع يعني سرقه التيار الكهربائي. موضوع سرقه التيار الكهربائي، لان الامانه هو محاطره مش مجرد بس خسائر ماليه، هي احنا بالنسبه للفقد الفني، بالمناسبه احب اوضح لحضرتك، الفقد الفني في مصر بيعتبر وفقا للمعايير العالميه، لان الفقد في الشبكه نوعين، فقد فني وفقد مالي. الفقد الفني احنا وفقا للمعايير العالميه. نعم. ما تعدناش النسبه، اما بالنسبه للفقد المالي اللي هو ناتج عن السرقات، لا طبعا. نعم. احنا الموضوع يعني للاسف الشديد كبير عندنا يعني. نعم. الاستاذه رحمه رمضان مسؤول ملف الكهرباء في اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. وطبعا الاستاذه رحمه وضحت لنا دلوقتي الغرامات والاليات والعقوبات. طبعا انا عارف هلاوه المصريين، يعني يقول لك انا بقى اوقف العداد، بالذات كمان بقى ما يكونش بقى عداد كودي، بيطلعوا حيل رهيبه، اوقف العداد وايه اعمل لي كده 20 كيلو في الشهر
والمحصل او اللي بيقرا العداد بتاع شركه شعاع كان شايف عندك مثلا انت بتعمل 400 كيلو في الشهر، يجي الشهر اللي بعديه يجي يلاقي مثلا 30 كيلو، طب ازاي؟ ما كنتش في البيت، ولو استمرت كده 3 4 شهور ما اكيد هيشك يعني اكيد هيشك يعني. فيعني نتمنى يعني موضوع سرقه التيار الكهربائي تقف عند حدها بقى، والناس يبقى عندها وعي ان دوت مال عام، ما ينفعش نسرق املاك الدوله واموال الدوله. طيب نروح بقى للملف الثاني وهي ازمه الزياده السكانيه، مستمر معانا، نتمنى مع الوقت نشوف نتائج مبشره. لكن النهارده اعلنوا جهاز التعبئه العامه والاحصاء، يعني خبر برضو ثاني بيقلقنا النهارده. الجهاز اعلن ان مصر على سكانها في الداخل زدنا ربع مليون في كام يوم، يعني في حوالي كده 56 يوم، حوالي شهرين، رقم برضو يا جماعه. الكلام ده أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبعاً كان فيه 10 محافظات على رأس قائمة المحافظات فيها الأكثر زيادة، كانت طبعاً محافظة القاهرة العاصمة والجيزة في المرتبة الثانية، وبعد كده الشرقية ثم الدقهلية. طبعاً ملف الزيادة السكانية ملف مستمر ومفتوح، والدولة بتحاول تقوم فيه بجهد بمجهود وجهد كمان كبير جدا جدا. انتوا عارفين احنا يعني ايه نزيد 250 الف نسمه في شهرين؟ يعني معناها كده يعني اضرب في سته، انت بتتكلم كده من 1,700,000 1,800,000، في هنزيد كده 2 مليون كده في السنه. زمان من 20 25 سنه كنا بنقول بنزيد مليون نسمه في السنه، دلوقتي احنا بنوصل كده ل 2 مليون نسمه. والزياده السكانيه بتاكل اي قاطره تنميه، اي قاطره تنميه، سواء كان بقى من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الطبيه، من الناحيه الاجتماعيه. يعني 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 ازاز يا جماعه، كفايه اتنين، كفايه اتنين، جبت ولد وجبت البنت، ربنا يبارك، خلاص عايز ايه تاني؟ عشان تعرف تصرف عليهم، تعرف تطلعهم سويين وسلام، تعرف تامن مستقبلهم، تعرف تعمل لهم حياه. لكن اللي بيجيب اربعه وخمسه وسته وسبعه وهو اساسا مش قادر يصرف على مراته، وجايب خمسه مش قادر يصرف على نفسه، ويجيب اربعه ليه يعني؟ مش عارف ليه يعني. ويقول لك عزوه، عزوه ايه؟ انا مش فاهم يعني، عزوه ايه؟ انت مقطوع من شجره، مالكش اب وام وخال وعم، انت جيت كده الدنيا كده مش عارف ليه، فقلت تتجوز وتجيب خمس ست عيال يبقى عزوه حواليك؟ لا طبعا، الموضوع ده مشكله كبيره. تيجوا بقى تتكلموا بقى ان مش لاقيين مواصلات، مش لاقيين مش عارف ايه، مش لاقيين مش عارفين ما هو كل ده من زياده سكانيه. انت عارف احنا لو تعدادنا تعداد يعني احنا اكبر دوله عربيه عشان تبقوا عارفين، وتاني اكبر دوله افريقيه بعد نيجيريا. فانتوا بتتكلموا ايه؟ احنا تعدادنا بمقام مثلا هقول ايه 15 دوله اوروبيه. يعني اوروبا 15 دوله اوروبيه كده لو جمعتهم مع بعض يجي تعدادنا احنا السكان. ويمكن احنا كمان اكتر كمان. وبعد كده تيجي تقول بقى ايه، اصل انا مش لاقي ايه مواصلات، اصل انا مش لاقي كرسي او ديسك لابني في الفصل عشان يقعد فيه، وتلاقي كثافه الفصل 60 و80. يعني الدوله هتعمل ايه؟ يعني انا مش عارف يعني الدوله هتعمل ايه. وبعدين الدوله قالت يعني كفايه اتنين، ده اتنين زي الفل والله، هتعرف تصرف عليهم وتعرف تربيهم تربيه كويسه وتأكلهم وتشربهم وتعلمهم وتلبسهم. لكن خمسة وستة ديت وأربعة، يعني من أول، أنا من أول بصراحة بالنسبة لي أنا من أول ثلاثة فيما فوق كده كتير. أنا مش عارف ليه يعني عزوة إيه، أنا مش عارف يعني إيه يعني العزوة ديت في إيه، أنا مش عارف. زمان بقى مثلا في الأربعينات والخمسينات كانوا بيخلفوا بالعشرة وبالثمانية، كانت البلد فاضية والحياة سهلة والدنيا رخيصة. كنت تسمع جدك كده يبقى قاعد معاك كده يقول لك احنا كنا بنجيب كيلو اللحمه بقرشين وبخمسه ساخ. كانوا بيتجوزوا يعني جدك اتجوز ستك كلهم ب 20 جنيه. دلوقتي بقى قول لي بقى اي شاب دلوقتي عايز يتجوز هيعمل ايه؟ الشقه الحمد لله الدوله وفرتها، لكن هجيب لك شقه وهتصرف عليك، ولا تيجي تتجوز تجيب ثلاث اربع عيال وانت واخد شقه على حساب الدوله وبتدفع اقساطها وتجيب اربع خمس عيال ومش لاقي تاكل عيالك، حرام بصراحه. يعني اللي انا شايفه ده يعني المفروض لازم يتم مواجهه كبيره جدا من الزياده السكانيه في مصر،
وكمان يعني يا ريت يعني الناس يعني تروح لكل الوحدات الصحيه اللي فيها تنظيم الاسره تعرف ازاي تقدر تحدد نسلها. واحنا قبل كده في مصر كل يوم قلنا وجبنا راي الافتاء وقال لك مش حرام موضوع تحديد السكان وتحديد النسل عشان تبقوا عارفين يعني. طيب نروح بقى للخبر بعده. احنا بقى ايه في موضوع بقى التكنولوجيا وموضوع التويتر والواتساب والحاجات دي كلها، كل اسبوع عندنا مشكله، كل اسبوع عندنا مشكله بتخص مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. الاسبوع اللي فات اتكلمنا مع حضراتكم على ازمه تويتر، وقلنا تويتر واللي عمله، وهفكركم وهي برضو الازمه مستمره حتى الان، يعني هي لسه ما اتحلتش، لكن كمان ظهر كمان ازمه جديده بتخص الواتساب. مستخدمي الواتساب اللي هو التطبيق بتاع الشات اللي انت ماسك تليفونك وبتبعت على الواتساب، الشات الشهير جدا طبعا كل الناس بتستخدمه النهارده، كان في تقرير كشف ان في اكتر من 500 مليون واحد من اللي بيستخدموا الواتساب بياناتهم مهدده. دي بقى يعني بتبقى مسربه، هل هي بتبقى مسربه وتم طرحها على منتدى اسمه قرصنه اللي بقى عشان يتم استخدامها في عمليات اعلانات وما الى ذلك وترويج لحاجات، امر غير واضح. لكن حتى الشخص اللي التقرير قال انه حصل على 500 مليون بيانات مش عارفين مين هو الشخص ده، يعني اعتقد ان هذه الازمه بتقول لنا ان تليفوناتنا مهدده والتطبيقات دي كلها بتهدد خصوصياتنا. طبعا احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن ازمه تويتر، وقلنا إيلون ماسك حتى قال ان انا موقف تويتر، مكاتب تويتر كلها حتى يوم الاثنين اللي فات، ولغايه دلوقتي هو ما وضحش هو ليه برضه موقف، وكان عامل ان موضوع تويتر توثق الحساب بتاعك ب 8 دولار ولا 9 دولار. دلوقتي بقى في مشكله بقى في الواتساب. ايه هو بقى الواتساب؟ الواتساب ده تم انشاؤه من شركه ميتا سنه 2009. يعني من 2009 اللي معاه موبايلات كان بيستخدم الواتساب، بقى لنا دلوقتي اكتر من 13 سنه. الواتساب دوت هو وماسنجر والفيسبوك والانستجرام، الاربع حاجات دول ملك شركه ميتا اللي هي الفيسبوك، اللي هي شركه ميتا دي هي اللي بتملك الاربع شركات دي. احنا حياتنا كلها على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الماسنجر. وبعدين الواتساب انت ايه؟ بتبعت صورة فرحك، صورة انت وخطيبتك، انت في رحلة مش عارف ايه، بتبعت مش عارف ايه، الكلام ده كله. خاصية الواتساب ده حتى في ناس بتشتغل عن طريق الواتساب. يعني حتى ممكن يعني اقول مش في مجالنا احنا كمذيعين مثلا في برامج بتتعمل على الواتساب. فتخيل انت الواتساب ده مهدد. مهدد ازاي؟ في كذا طريقة الموضوع الاحتيال والنصب في موضوع الواتساب. طب هو هيهددك ليه؟ هيهدد الشخصيات اللي هي ليها علامة زرقاء أو ليها موثقة الحساب بتاعها، لأن دي بتبقى شخصيات ممكن يبقى مثلا يوتيوبر، بلوجر، ممكن يبقى رجل أعمال، ممكن يبقى مسؤول كبير، فبيحب ياخد بياناته كلها. تيجي لك رسالة على الواتساب يقول لك أنت عايز تكسب 2000 دولار في الشهر وانت قاعد في قلب البيت. يعني انت قاعد في قلب البيت تحت البطانيه، يجي لك رساله كده على الواتساب عايز تكسب 2000 دولار وانت قاعد تحت البطانيه، ابعت لنا بس اسمك ومش عارف ايه والكلام ده كله وتواصل معانا على الرقم ده. الرقم ده اللي بيقول لك اتواصل معانا على الرقم ده، الرقم دوت تيجي تتواصل عليه او تيجي تاكتفه عندك يسرق كل بياناتك، سواء بقى كان صور، فيديوهات، بيانات شخصيه. ما انت حياتك كلها في الموبايل. انت دلوقتي الاسره هي ليه الاسر مفككه؟ لان الاب والام واولاده قاعدين كل واحد ماسك موبايل، واللي بيلعب جيمز واللي قاعد على الفيسبوك واللي قاعد على الانستجرام والحاجات دي كلها. دي بعض الرسائل اللي بتيجي على الواتساب اللي هي فيها سرق، يقول لك وانت قاعد كده تحت، والله العظيم وانت قاعد في قلب البيت انا جات لي بدل الرساله دي 10 تكسب 2000 دولار في الشهر. 2000 دولار دلوقتي يعني انتوا بتتكلموا 50 60 الف جنيه في الشهر من خلال البيت. اكتب معانا على الرقم دوت او تواصل معانا على الرقم ده، اول ما تتواصل على الرقم ده مبروك موبايلك كله اتسرق. وسلام بقى لو انت بقى مسجل بقى ايه رقم الفيزا بتاعتك، رقم حسابك في البنك. ما هو بس مش بيانات الموبايل، لا ما انت حسابك الشخصي ساعات بتكتبه على موبايلك،
رقم الفيزا بتاعك. انت لما بتيجي تتصل بخدمه العملاء يقول لك رقم الفيزا كام او رقم بطاقتك كام، انت مثلا محفظتك مش في جيبك، فبتفتح الموبايل وبتقول له انا رقمي كذا كذا كذا، كل ده اتسرق. رقم حسابك في البنك، رقم بطاقتك، في بقى حيل كتيره غير بقى موضوع بقى الرساله بتاعت الواتساب وتكسب 2000 دولار. في مثلا تيجي لك رساله من رقم غريب، انا فلانه الفلانيه من كندا او من امريكا، وحاطط لك صوره بنت اموره كده، وتواصل معايا عشان نبقى اصدقاء، وبعت لك الرقم برضو. نفس الموضوع برضو، دي برضو وسيله برضو للسرقه. تلاقي كل بياناتك باي باي. الصبح لو انت حسابك في البنك 100,000 جنيه، الصبح انت مش لاقيهم وعمال تصوت بقى. عشان كده البنوك دايما تبعت لك في رسائل انبوكس، او تروح كمان البنك يقول لك ما تديش بياناتك لاي مسؤول. موظف البنك عمره ما هيطلب بياناتك، وانت فعلا ما بتديش بياناتك لحد، بس انت عن طريق الواتساب ده مبروك، فلوسك ببياناتك بحياتك بدنيتك بقرايبك بصورك بفيديوهاتك الخاصة، تلاقيها نزلت على الانترنت، يعني تلاقيها نزلت على اليوتيوب فيديوهاتك، واللي منزلها بياخد نسبة مشاهدات، يعني مش انت اللي بتاخد المشاهدات، لا ده اللي منزلها وبياخد عليها فلوس. يا جماعة خلي بالكم من بياناتكم، خلوا بالكم من بياناتكم الشخصية، وما تفتكروش ان واحد يبعت لك على الواتساب بيقول لك انت هتكسب 2000 دولار وانت قاعد في قلب البيت، دي لا 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 لا. ولا واحده اموره كده حاطه لك صورتها كده، وممكن هي مش بنت اساسا، وبعتها لك وتقول لك اتواصل معايا على الرقم ده. فخلي بالكم يا جماعه، انا حبيت بس اقول لكم الموضوع ده، لان انتوا عارفين كويس جدا ان الواتساب وماسنجر والفيسبوك وانستجرام دي الشبكه الاولى، وبتيجي بعدها كده رقم 2 تويتر. فكل المشاكل وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى فيها مشاكل، يعني بيبقى فيها حاجات كتيرة جدا للنصب والسرقة والحاجات دي كلها، لازم كلنا نخلي بالنا بعد كده. طيب نروح بقى للخبر اللي بعد كده، خبر أكيد ناس كتير جدا مستنياه، خبر طبعا بتاع كأس العالم. هطول شوية عن كلامنا عن كأس العالم، لأن بصراحة يعني العالم كله بيتفرج على كاس، يعني العالم كله بيتابع الماتشات من يوم افتتاحه اللي هو يوم الاحد اللي فات. للاسف بس هي قطر هي من اول المودعين لكاس العالم لدور المجموعات بعد هزيمه الماتشين اللي لعبتهم، والسعوديه عامله برضو اداء جيد جدا، ولو انها اتغلبت النهارده من بولندا 2-0، وتونس برضو خسرت برضو النهارده. رغم ان السعوديه فازت على الارجنتين 2-1، لكن للاسف النهارده زي ما احنا قلنا خسرت امام بولندا، رغم انها عملت مباراه قويه وجيده. نشكر طبعا المنتخب السعودي، لسه عنده فرصه للتاهل في مباراته الثالثه ان شاء الله اللي هيقابل فيها المكسيك. هنتكلم عن السنغال وموقفها، موقف برضو تونس بعد الهزيمه بتاعت النهارده. هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا عن كأس العالم. احنا معانا الناقد الرياضي الأستاذ حمدي الحسيني، ناقد رياضي بالأهرام. أهلا بحضرتك يا أستاذ حمدي. أهلا بيك يا أستاذ عبد الفتاح. دايما منورنا كده يا أستاذ حمدي. ربنا يخليك. وطبعا حضرتك طبعا متابع طبعا كأس العالم، وما يعني هقول العالم كله متابع كأس العالم مش بالتأكيد ده يعني العيد الكروي اللي بنستناه كل أربع سنين يا أستاذ. بصراحة يعني وتحس إن إيه الجمال ده والصورة دي، ومدارس كروية متنوعة سواء كان من أوروبا ولا من أمريكا اللاتينية، مفاجآت شفناها في كأس العالم، شفنا هزيمة ألمانيا من اليابان، شفنا هزيمة الأرجنتين من السعودية، والسعودية اللي شرفت الوطن العربي كله الكرة العربية. هارد لك طبعا لتونس النهاردة. عايز حضرتك تكلمني عن ماتش السعودية القادم وماتش تونس القادم يا فندم. والله احنا كنا بنتمنى يا استاذ عبد الفتاح ان النهاردة السعودية تواصل المغامرة، لكن بكل تأكيد فوزها على الأرجنتين خلى كل المنافسين بيعملوا لها ألف حساب. أنا كنت متأكد أن مباراة بولندا النهاردة هتكون أصعب بالنسبة للسعودية من مباراة الأرجنتين. ده حقيقة. مباراة المكسيك اللي جاية نفس الكلام، لأنه خلاص أنت لما بتلاعب فريق كسب الأرجنتين اللي بتضم أحسن لاعب في العالم والمرشح الأولى العالم ليونيل ميسي والمرشح الأولى، أنت بتعمل لها ألف حساب، وده اللي حصل النهاردة.
المنتخب البولندي قدر ان هو يكسب المنتخب السعودي، لكن ما زالت هناك فرصه وفرصه كبيره للمنتخب السعودي ان شاء الله امام المكسيك. نعم طبعا النهارده الارجنتين هتلعب مع المكسيك، والارجنتين ما عندهاش الساعه 9 بالظبط، ما عندهاش اي حل ولا اي خيار غير انها تكسب المكسيك. لو ده حصل يا استاذ عبد الفتاح هيكون المكسيك اللي تعادلت مع بولندا عندها نقطه، وبولندا طبعا عندها 4 نقط دلوقتي، والسعوديه 3 والارجنتين 3، هتبقى المجموعه مفتوحه على كل الاحتمالات. نعم السعوديه ان شاء الله يعني نتمنى انها تكسب المكسيك. والله يا استاذ حمدي انا حاسس ممكن المكسيك تعملها كمان النهارده مع الارجنتين، وتبقى 4 نقط، وتبقى المجموعه دي كلها ضرب نار. ضرب نار بس كده هتبقى الارجنتين خرجت بره هي واليمن. وده وارد على فكره كره القدم، وارد والله. طب ما المانيا اتهزمت من اليابان. من اليابان بالظبط. انا عايز اقول لك يا استاذ عبد الفتاح انه ربما يكون المنتخب السعودي وفوزه الكبير على الارجنتين هو اللي خلى كل الفرق تصدق انها فرق، مش عايزين نقول الصغيره، بس الفرق اللي ما عندهاش الطموح انها توصل للادوار مثلا نصف النهائي او النهائي، كلهم صدقوا نفسهم ان هم يقدروا يكسبوا الفرق العريقه ذات التاريخ. فلقينا اليابان بعدها على طول وهي منتخب اسيوي وما عندوش امجاد كرويه يعني زي المانيا، بيكسب برضه 2-1. فدلوقتي بقت المفاجآت وارده، واي منتخب تتوقع ان هو يبقى حصان اسود للبطوله. دي حقيقه لغايه دلوقتي فعلا احنا بقى لنا اهو داخلين في 8 ايام اهو او اسبوع، انا شايف ان في فرق كتير حصان اسود، مش يعني مش السعوديه بس يعني، والمنتخبات يعني مستوياتها متقاربه، وحتى بنلاقي الفريق اللي بيتغلب يعني شفنا مثلا منتخب استراليا بيخسر من فرنسا بال4 وبعدين لقيناه بيكسب تونس النهارده، يعني حاجه غريبه كل يعني. المنتخبات بنلاقي ان عندها طموحات والمستويات متقاربه، ما بقاش زي زمان كده انه في 3-4 منتخبات هم اللي احنا عارفين ان هم هيوصلوا لنصف النهائي. طيب واحد منهم هياخد اللقب. دلوقتي بقت المساله صعبه شويه. طب استاذ حمدي يعني حضرتك اكيد شفت طبعا الجوله الاولى وبدايه الجوله الثانيه اهو، يعني انت شايف المنتخبات ايه المرشحه او انت شايف اللي هي قويه؟ يعني احنا كنا فاكرين المانيا اتهزمت، لكن لسه برضو يعني لسه هتلعب بكره المانيا، فاحنا فاحنا عايزين لازال لسه عندها فرص طبعا. بس انا عايز اقول من خلال المشاهده يا استاذ عبد الفتاح للمباريات السابقه، نعم، انه منتخب البرازيل في حته ثانيه، لانه مش صراحة بيكسب، لا ده بيقدم اداء ممتع جدا. الشوط الثاني بتاعه كان روعه يوم الخميس اللي فات. صحيح، بنبقى عايزين الكره تروح للاعيبه البرازيل علشان نستمتع. ده احنا كنا عايزين الماتش يمتد ل 120 دقيقه كمان. صحيح صحيح، هم اداء بس خساره نيمار مش هيلعب الماتشين الجايين، في تصريحات بكده او اخبار بكده يا استاذ حمدي. في بعض الاخبار بتقول ده، لكن الاداء اللي هم عملوه في المباراه اللي فاتت والاهداف الجميله اللي احرزوها بتقول ان هم يعني في الدور الاول مش هيبقى عندهم مشكله، حتى لو رونالدو الظاهره يعني كان موجود دلوقتي وغاب عن المباراتين اللي جايين، مش هقول بقى نيمار، لا ده حتى لو رونالدو الظاهره، ده طبعا كان من اعظم اللعيبه في التاريخ. طب بخصوص رونالدو ده، خد دلوقتي يعني خامس مره يشارك في كاس العالم وخامس مره يسجل فيه. ده بقى كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو طبعا. كريستيانو يحسب ليه ان هو مع بقى له 20 سنه بيلعب في كاس العالم. ايه ده بالظبط؟ هو دلوقتي عنده 38 سنه و 18 سنه بيلعب وبيشارك ويسجل للمره الخامسه. ده الراجل ده اجتهد الحقيقه يعني طوال مشواره الكروي. نعم. رغم ان هو موهبته الموهبه والمهارات الفرديه ما هياش مثلا زي ليونيل ميسي، لكنه مجتهد اجتهاد غير عادي. دي حقيقه. اعتقد ان كل اللي بيحصل معاه ده مكافأة على جهده الكبير خلال 20 سنة بيشارك فيهم في بطولات كأس العالم. طب الناس المهتمة بأخبار رونالدو المتوقع يروح فريق إيه يا أستاذ حمدي؟ ولا لسه ما فيش إعلان اللي جاي؟ لا لحد دلوقتي هو طبعًا عنده عروض كتير، منها عروض عربية بالمناسبة خيالية. سمعنا إن إحنا الهلال قال لك هتعاقد معاه ب 125 مليون يورو في السنة. لا هو طبعًا ما فيش حد من السعودية أعلن بشكل رسمي، لكن يقال إنه جاي له عرض بضعف المبلغ اللي حضرتك قلت عليه ده كمان ب 250 مليون يورو، لكن انا تقديري الشخصي انه كريستيانو رونالدو لن تكون الخطوه القادمه بالنسبه له هي الخليج او الوطن العربي. الراجل لسه شايف ان هو عنده عطاء على الاقل موسمين كمان، بما انه محافظ على نفسه جدا جدا في التدريبات. نعم. فاعتقد ان هو برضه ما زال عنده الامل في انه يروح لفريق اوروبي اخر على الاقل يلعب فيه موسم او موسمين، وبعد كده بقى ممكن يفكر يروح الدوري الامريكي، يجي الخليج،
لان مساله الفلوس برضو خلينا واقعيين يا استاذ عبد الفتاح، هو مش محتاج فلوس، هو المبلغ ضخم، بس كريستيانو عنده ما شاء الله يعني مشاريع كبيره جدا وعنده ثروه ضخمه جدا جدا، فاظن ان هو مش هي يعني مش هيبقى ميال قوي لانه يخلي الفلوس هي اللي تحدد له الخطوه القادمه. طيب بالنسبه لمجموعه المغرب، المغرب طبعا هتقابل بلجيكا الماتش الجاي يا سحمد. صحيح، هي طبعا المغرب عندها عناصر مميزه جدا يا استاذ عبد الفتاح، وقدرت انها تعمل برضو خلينا يعني ننصف لاعبتها، قدرت انها تعمل نتيجه كويسه مع وصيف العالم في البطوله السابقه المنتخب الكرواتي. منتخب ما هوش سهل برضو ان انت تتعادل معاه، فدي بدايه انا شايف انها بدايه طيبه بالنسبه للمنتخب المغربي. هيلعب مع بلجيكا وبعدين مع كندا، عنده فرصه كويسه خصوصا لو حقق نتيجه، يعني لو ما خسرش من بلجيكا، لو ما خسرش من بلجيكا مع بلجيكا يقدر ان هو يكسب المنتخب الكندي. وانا بقول انه اكتر منتخب ممكن نعلق عليه الامال كعرب هو المنتخب المغربي، لان خبراته كبيره جدا جدا ولاعيبه كتير قوي بيلعبوا في افضل الانديه الاوروبيه، طبعا على راسهم حكيم زياش اللي بيلعب في باريس سان جيرمان وحكيم زياش وغيرهم يعني. نعم. فاعتقد ان المنتخب المغربي مرشح ان شاء الله ان هو يوصل لدور 16، وبرضو املنا كبير في انه المنتخب السعودي يعوض خساره النهارده ان شاء الله باذن الله، يلعب المكسيك ويكسبه باذن الله يا رب، وتخدمه الظروف يعني ان شاء الله باذن الله. استاذ حمدي احنا خلصنا كده المونديال، النهارده كان بيتلعب كاس الكاس كاس مصر يعني. انت كده هتزعلني يا استاذ عبد الفتاح، هعمل ايه طيب؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا بكره الاهلي هيلعب والزمالك خلص النهارده، والماتش خلص النهارده والمصري كان لازم اتابع يعني. ما يعني حصل لي صدمه بصريه بصراحه، صدمه بصريه في كل حاجه، في الصوره، في التصوير، في الاخراج، في الاوفسايد، في ال يعني حاجه تضحك بصراحه النهارده يا استاذ حمدي. وملاعب فاخره، ملاعب زي الحرير، والتصوير انا زعلت يعني قبل ما ازعلك يا استاذ حمدي، انا زعلت لما انا ايه الماتش خلص بتاع السعوديه بجيب ماتش الزمالك، انا بصراحه زعلت يعني. انا يعني واللعيبه بتضرب بعض وشغلنا شويه من ماتش الزمالك وارجع تاني لفرنسا والدنمارك، فبصراحه لا الفرق كبير قوي، فرق طبعًا المستوى طبعًا وكل شيء طبعًا. لكن في النهايه احنا برضو الكره بتاعتنا بنحبها وبنحب البطولات. طيب هو كده الزمالك كسب المصري يا استاذ حمدي، هيقابل مين بقى؟ الزمالك دلوقتي طبعا هينتظر بقى المنافسين الاخرين، المفروض ان هو في طريق بيراميدز، لكن لسه طريق بيراميدز يعني لما بيراميدز يلعب لسه هتتحدد المساله، لكن في النهايه انجاز طيب للعبة الزمالك ان هم في الظروف دي وفي غياب جوزبالدو فيريرا اللي كلنا عارفين طبعا ان ابن زوجته كان توفى وهو راح البرتغال علشان يواسيها يعني ويحضر المراسم بقى هناك بتاعه العزاء، ففي غياب المدرب ان هم يكسبوا فريق قوي زي المصري ويوصلوا الرحله بتاعتهم الى نصف النهائي في الكاس اللي هم بيحملوا لقبه، فطبعا اعتقد ان دي هتعمل معاهم شغل نفسي كويس، لانه اخر المباريات اللي لعبوها كانوا طبعا زي ما كلنا فاكرين اتعدوا مع انفي، وكان قبلها في الدوري، وكان قبلها لا ده الزمالك كمان هيلعب المصري كمان في الدوري كمان الاسبوع الجاي، هيلعب مع المصري في الدوري بالظبط الاسبوع الجاي كمان على طول يعني. التوقف يا استاذ عبد الفتاح، نعم الزمالك خسر نقطتين في الدوري من التعادل مع انفي، وقبلها كان خسر كاس السوبر بالخساره امام الاهلي 0-2. بالتوفيق لنادي الزمالك، الفوز على المصري النهارده فوز معنوي مهم جدا طبعا. تمام، الاهلي هيلعب بكره برضه الساعه 5 مع المقاولين برضه في دور الثمانيه، مع المقاولين في ربع نهائي الكاس، ويعني اعتقد انه مارسيل كولر استفاد جدا يا استاذ عبد الفتاح من فتره التوقف، لانه الراجل كان عايز ينفذ بعض الحاجات التكتيكيه والفنيه مع الفريق وما كانش لاحق، لانه كان رتم المباريات سريع وقريب قوي من بعضه، ففتره التوقف دي الراجل عمل فيها شغل ممتاز، وهو مدرب مش بس النادي الاهلي اللي كسبه، لا وجوده مكسب للكره المصريه. تمام استاذ حمدي الحسيني، اولا يعني شكرا جزيلا لحضرتك للتوضيحات، وتعالي حضرتك موسوعه كبيره طبعا يعني الاستاذ حمدي، يعني شكرا لحضرتك جدا، ودايما كده مداخلاتك معانا وتعليقاتك معانا بنستفاد منها. طبعا كلنا متابعين كاس العالم وشايفين الصوره هناك وشايفين الجمهور، انتوا شايفين يعني الملعب في اي ماتش، انا سيبكم ماتش السعوديه او مش بتكلم عن ماتش افريقي او ماتش عربي، اي ماتش بيتلعب مثلا النهارده مثلا الساعه 9 الارجنتين والمكسيك، الملعب بيبقى فيه تعداد زي تعداد السكان عندنا، يقول لك دخل 41732 في لوحه بعدد
يعني مثلا ايه، احنا ما نقولش مثلا استاد القاهره عندنا مثلا بيشيل 100,000، فبنقول حوالي 80,000. لا، هناك بيقولوا 41,732، 42,615. يعني شوف الدقه في دخول المشاهدين للماتشات. طبعا حلاوه بقى الماتشات، وشفنا بقى مدارس، شفنا خساره المانيا، مع السلامه المانيا من اليابان. اليابان بصراحه عملت ماتش عالمي. قبلها طبعا احنا بنفتخر طبعا زي ما احنا قلنا في الاول كده بالمنتخب السعودي اللي عمل ماتش هايل جدا مع الارجنتين، المرشحه رقم واحد هي والبرازيل، وكلنا تابعنا برضو ماتش برضو البرازيل الخميس اللي فات. وبصراحه يعني انا بالنسبه لي زي ما بقول كده كنت كان نفسي الماتش يقعد لغايه 120 دقيقه. تنظيم جيد بصراحه لدوله قطر، دوله عربيه ومشرفانا بصراحه في تنظيم كاس العالم. كل الفرق هناك كلها بالدقيقه بالثانيه، مواقيت كل حاجه بتتحسب. شفنا كمان النجوم اللي احنا بنحبها، يعني انت مثلا ايه، بس انا في ملحوظه عايز اقولها لكم. النهارده المنتخب السعودي الماتش اللي فات كان بيلعب بتسع لعيبه من فريق الهلال، الهلال السعودي. النهارده كان بيلعب بثمان لعيبه من فريق الهلال السعودي المتصدر الدوري السعودي. طب ايه الملحوظه في كده؟ ان برضو ان المنتخب الالماني كان بيلعب بتسع لعيبه من ميونخ، اسمه ايه ميونخ دوت اللي هو بايرن ميونخ. فتخيلوا يعني إن, ان ان الموضوع مش موضوع اللي انا ايه لازم اجيب لاعب من الدرجه الثانيه ولاعب من رقم 18 في الدوري ورقم 5 والكلام ده، لا الموضوع مش كده. يعني مين اللي هيديني الاداء؟ يعني كان زمان لما كان المنتخب القومي مثلا فيه 8 لعيبه من الاهلي و9 لعيبه من الزمالك ما حدش يتخض من الكلام ده. لما تلاقي فريق المانيا وفريق السعودي واخدين 9 لعيبه بيلعبوا مش احتياطي من الدوري المحلي ومن فريق واحد، ده برضو انا عايزكم برضو تلاحظوا الملحوظه ديت. ودي حاجه مش عيب، يعني لما يجي برضو المدير الفني عندنا فيتوريا ياخد مثلا 10 لعيبه من الاهلي و10 لعيبه من الزمالك، يعني لكن احنا عايزين نشوف بقى الخليط بقى، او نشوف ايه المتعه اللي احنا شفناها في قطر او شفناها في الجوله الاولى من المباريات، نشوفها بقى ان شاء الله باذن الله مع منتخبنا. طيب نروح بقى للطقس. الطقس بقى المتقلب وحالته شغلانه، يعني احوال الطقس يمكن على مدار الفتره اللي فاتت من بدايه نوفمبر كده كان في ناس بتعاند شويه، ما تطلعش لبس شتاء، ما لبستش جواكت، متحمله شويه سنه كده الهواء، ده اللي بيبقى بعض بالليل كده. لكن بقى لنا يومين ثلاثه اللي ما كانش عايز يطلع لبس الشتاء فعلا ابتدى يطلعه، واللي ما كانش كمان بيلبس جاكيت بالليل بقى بيلبس تقيل. الواضح ان خلاص الشتاء بجد اللي بجد اللي احنا عارفينها داخل علينا. طبعا احنا خلاص يعني احنا فاضل بالظبط كده، انتوا بتتكلموا فاضل يعني 25 يوم ويبدا فصل الشتاء الرسمي اللي هو يوم 21 ديسمبر. في ناس الصبح بتحس بالحر بقى والحاجات دي كلها، وتيجي كده على الساعة 6 كده تبدأ الدنيا تطري، والساعة 8 بالظبط أو زي دلوقتي كده الساعة 8 بالظبط تلاقي لسعة البرد. فيا جماعة خلاص بقى يا جماعة، بكرة درجة الحرارة يعني احنا ده انتوا الأسبوع دوت لغاية يوم الثلاثاء الجاي درجة الحرارة بالليل 15. خلاص بقى كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، اللي لسه ما طلعش شتوي ارجوكم طلعوا الشتوي خلاص يعني خلاص. والصبح يا جماعه نشوف الناس لابسه جواكت، بلاش بس القمصان والنص كم والحاجات ديت واللابس قميص بس كده على اللحم لا خلاص بقى يا جماعه، كل واحد يخلي باله من نفسه. طبعا لان احنا اتكلمنا كتير عن الالتهاب المخلاوي اللي هو الالتهاب التنفسي المخلوي وازاي بيعد الناس والحاجات دي كلها، والحالات كتيره. وده واسمه الدكتور عوض تاج الدين ووزير الصحه كمان اكدوا، قال لك ان الفيروس ده موجود عندنا من سنه 46 أو من سنة 56، يعني مش حاجة جديدة يعني، وبيختلف عن الإنفلونزا وعن الزكام والحاجات دي كلها. بس يا جماعة كل واحد بقى يحافظ بعد كده على نفسه ويطلع الشتوي زي ما بيقولوا يعني. طيب بعد الفاصل بقى سوق السيارات. طبعا كلنا عندنا أسئلة كتيرة جدا في موضوع السيارات وأسعار السيارات وتجارة السيارات والقطع الغيار في مصر، فقرة مهمة هننتظر أسئلتكم ومداخلاتكم، تابعونا بعد الفاصل.